لي زوسكار قربوا كالعاده نبداو نستناو باش نعرفوا النومينيز وشكون باش يربح شكون باش ياخذ احسن فيلم ولا احسن فيجوال افكتس ولا شنو احسن موسيقى صارت في الافلام. بما يخص الاوسكار هذه هي الدوره 90 وكالعاده يصير في دولي ثياتر كل 4 مارس وباش يقدمه لنا كالعاده جيمي كيمل. واكثر فيلم نومينيس هو شيب اوف ووتر اللي خذا 13 نومينياسيون. صحيح اللي هو اكثر فيستيفال معروف واكثر فيستيفال عليه هاي، اما حسب رينا الفيستيفال ولا كي الفترينا يحطوا فيها اللي يحبوا كيما نجموا يطلعوا فيلم كيما ينجم فيلم يطيح. وبالطبيعه الحكايه مربوطه بامور سياسيه وميديا وشنو اللي يوصل وشنو اللي لا، معناها على ترى قداش من فيلم نقول اللي يجي نقولوا فما 2000 فيلم في العام، في الاوسكار ترقى كان فما 9. عليه كيفاش ما نعرفش وين ماذر وين كيلين اوف سيكريت دير وين اغوست ستوري. ونتصور زيادة برشا منكم تفرجوا في افلام اللي كانوا حاطينها في الاوسكارز ومن بعد كي تجي تشوف النومينيز فما حتى واحد فيهم. هذه ملاحظه صغيره، فكرة هكا تخميمة حسب رأينا وبطبيعة مبنية على شنو ورينا في العشر عوام الأخرى. باش نمشيو نحكيو على نوميني نقولو لكم شكون نتوقعو باش يربح في كل كاتيجوري. باش نعطيو رأينا بكلمتين خفيف نظاف معناها نجم نقولك راهو نتوقع الفيلم هذا باش يربح خاطرو مزيان ولا حاجة هكا، محكيناش على كاتيجوري الكل. وتنجمو نتوما زادة تشاركو معانا بتوقعاتكم وتقولولنا شكون في رأيكم باش يربح. The Shape of Water, Call Me By Your Name, Get Out, Dunkirk, Lady Bird, Phantom Thread, Pentagon Papers, Darkest Hours, Three Billboards Up in Abbey, Mississippi. هذم الأفلام اللي تفرجنا فيهم ومن الخمسة هيكم نتوقعوا دانكيرك يربح. نقول دانكيرك يربح خاطر نولان، خاطر القوة اللي ورا الفيلم هيك. كان تحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر رأينا تجمو تشوفوا الغوفو اللي عملناها عليه. كريستوفر نولان، جوردن بيلي، غريتا غيرويغ، بول توماس اندرسون وغييرمو ديل تورو. وبالنسبة لنا احنا حرنا شكون باش نختاروا بين كريستوفر نولان بالنسبة لدانكيرك ولا غييرمو ديل تورو بالنسبة لذا شيب اوف ووتر. حتى جوردن بيلي ما يخيبش زادة بجيت اوت وكأول فيلم ليلو. تيموثي شالامي، دانيال داي لويس، دانيال كالويا، غاري اولدمان، دنزل واشنطن. تفرجنا كان في جيت اوت دونك ماناش باش نجمو نختاروا منهم شكون اللي باش يربح. دونك كان انتم تفرجتوا في الافلام اللي في الليستة هذه قولوا لنا شكون تتوقعوا يربح. سالي هوكنز، فرانسيس ماكدورمان، مارغوت روبي، ميريل ستريب وسير شيرونن. وبالنسبه للبيست اكترس نتوقعوا سواء سالي هوكنز في ذا شيب اوف ووتر ولا فرانسيس ماكدورمان بالنسبه لثري بيل بوردز. صحيح اللي دور كل وحده بعيده على بعضهم اما كل وحده ابدعت في الفيلم اللي تحطت فيه. Get Out, Lady Bird, The Big Sick, Shape of Water, Three Billboards. نحب Get Out يربح تلمو عجبتني حكايته ويكبسك الفيلم، عملنا عليه ريفيو زيادة كان تحبوا تشوفوها. حتى Shape of Water أوريجينال وفانتاستيك أما فما حاجات مهيش كاملة وضعيفة وما تركبش. بالنسبة للعالم اللي خلقه ديلتورو وفانيسا اللي هي كتبت معها السيناريو. لوغان، كول مي باي يور نيم، ذا ديزاستر ارتست، موليز جيم وماد باوند. وبالنسبه للكاتيجوري هذه تفرجنا كان في لوغان اما كي جينا نخمموا بين لوغان والنومينيز الاخرين لقينا اللي لوغان صعيب كان ينجم يربح قدام بار اكزومبل كول مي باي يور نيم ولا ديزاستر ارتست. فانتاستيك وومن، القضيه 23، ذا سكوير، لوفليس، وان بادي اند سول. نتوقعوا كان بامور سياسيه باش تربح القضيه 23 حتى كي تعدت في تونس صارت عليها حاله وقالوا تطبيع الاسرائيل وطالبوا يقاطعوا الفيلم. كان بامور حب وانسانيه نتصور لوفليس يربح وكان بامور سينما وقوه ومظاهر وفن معاصر ذا سكوير هو عنده الاوسكار. زيد عملنا عليه ريفيو تنجموا تراو راينا كامل على الفيلم. وبما يخص احسن فيلم باللغه الاجنبيه فما فيلم تونسي اسمه ذا لاست اوف اس المخرج علاء الدين سليم وصل للتوب 8. خساره ما وصلش التوب 5 نتمنى يكون عندنا اكثر لاك باش نوصلوا اكثر وابعد في دي فيستيفال كيما هكا. بيبي بوس، كوكو، ذا بريد وينر، لوفينج فينسنت، فيرديناند. نتوقع كوكو باش يربح، فكرة مزيانة، فيلم يأثر فيك وحكايته أوريجينال. بليد رانر، داركست اور، ذا شيب اوف ووتر، دانكيرك، ماد باوند. وما غير حتى شك نتوقعوا لي بليد رانر يربح على خاطر الدايركتور اوف فوتوغرافي هو روجر ديكنز. واللي ما يعرفش روجر ديكنز هو انسان عظيم برشا في الميليو تاع ليماج واللوميير وليكليراج ويخرج لك حاجه بارفيت باغ اكزومبل سيكاريو، بريزنرز، ذا فيليج. هو اللي خدمهم وهو اللي تراو الزين اللي في افلامه هيك الكل.
لي دو كاتيجوري عندهم نفس الافلام نوميني اللي هما دانكيرك، شيب اوف ووتر، بيبي درايفر، ستار وورز، بليد رانر. بالنسبة للبيست ساوند اديتينج نتوقعوا بيبي درايفر هو اللي يربح على خاطر فيلم كامل مخدوم على الميوزيك. في ساوند ميكسينج نتوقعوا بليد رانر هو اللي يربح خاطر كيفاش مخدوم الصوت تاع الفيلم يخليك تغطس في الاتموسفير نتاعو ما بين موسيقى وديالوج والامبيونس. The Shape of Water, Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, Three Billboards. بالنسبة للمونتاج نختاروا The Shape of Water على خاطر المونتاج تاع الفيلم مشي مع ليبوك هيكي باللي ترانزيسيون ولي راكور هزونا ليبوك نتاع الستينات والسبعينات حتى بالمونتاج وزيدا لا فاسون كيفاش بناو الحكاية وسكسيسيون تاع لي بلان باش نتنقلوا من حاجة لحاجة. دانكيرك، فانتوم ثريد، ذا شيب اوف ووتر، ستار وورز، ثري بيلبوردز. ملي تفرجنا فيهم نختاروا شيب اوف ووتر ياسر محلاها المزيكا اللي فيه اش خلاني نهار كامل وليت حلا يوتيوب وحاطه اوريجينال ساوند تراك. My Terrible بالنسبة لمات باوند، Mystery Love في Call Me By Your Name، Remember Me في كوكو، Stand Up For Something بالنسبة لفيلم مارشل، و This Is Me بالنسبة لـ The Greatest Showman. وحسب ذوقنا نتصوروا Mystery Love اللي جات في فيلم Call Me By Your Name هي اللي بشتاخو أسكار أحسن Original Song. Blade Runner، Guardian of the Galaxy، Kong، Star Wars، War for the Planet of the Apes. نتصوروا Guardian of the Galaxy يربع خطر تو سامبلومون هو أزين واحد فيهم. أنا أسبير الفورما هذا عجبكم تنجموا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتوكم هنا فازي ينزلوا اليان فيسبوك وانستغرام في الديسكريبسيون وقولوا لنا رأيكم. باي باي.